ننتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني وهو الحديث الحسن. الحديث الحسن الحقيقة ده درجة نازلة عن درجة الصحيح، وهذا القسم وسط تتنازعه الصحة ويتنازعه الضعف. الحكم على الحديث بالحسن يتنازع الصحة وتنازع الضعف، ولذلك ما كانش لم يكن موجودا في التقسيم الأول. يوم أن قسم العلماء الحكم على الحديث ما كان موجودا هذا القسم، إنما كان اللي موجود وقتئذ إيه؟ الحديث إما أن يكون مقبولا أو مردودا، إما أن يكون صحيحا أو ضعيفا، ده اللي كان موجود. فلما تطور العلم وأصبحنا نضع موازين وقواعد وضوابط لهذا، ظهر عندنا مولود بين هذا وذاك، وهو الإيه؟ الحديث الحسن. ولذلك نظراً لأنه تتجاذبه عوامل الصحة وتتجاذبه عوامل الضعف، تباينت آراء العلماء في تعريف الحديث الصحيح الحسن. نظراً لإيه بقى؟ منهم من يجنح به إلى إيه؟ إلى الصحة، ومنهم من يجنح به إلى الضعف. لذلك تباينت آراء العلماء.